معانا دعاء، اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذه دعاء. عليكم السلام، اتفضلي. السلام عليكم فضيله الشيخ احمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اذن حضرتك يا استاذه دعاء، كنت عايزه اسال الشيخ سؤالين. اتفضلي. كنت عايزه اعرف حدود تعامل الاخوات في الرضاعه، وهل هو نفس تعامل الاخوات في الشقايق ولا لا؟ وحاجه تانية، لو انا في الشارع مثلا بره واضطريت دخول الحمام، هل دخول الحمام بالعملات الورقيه حرام ولا لا عشان صرف المساجد عليها؟ طيب ماشي. هو دخول الحمامات ممكن بالدخول بالعملات، بدفع جنيه، بدفع 5 جنيه، بدفع 10 جنيه، ده ملهاش علاقة. دي التنظيم، ده تنظيم أصلا بيبقى في عامل مثلا للنظافة، بيجيبوا لا، أدوات بتقول مثلا. لك، بتقول لك يعني فكرها راح لبعيد قوي، ان مثلا الورقة مرسوم عليها الجامع، فهي بتخش بالفلوس دي معاها هي بتتكلم في على الفلوس. المحفظة جوه الحمام. بتكلم تمام. عن الرسمة يعني. طيب هو عامة خلينا هرد على دي، لو هي بالفلوس فده امر تنظيم ما فيهوش مشكلة خالص. طب انا داخل بالفلوس نفسها مفيش مشكلة، يعني ما فيهاش مشكلة خالص، ولا لهاش علاقة لا بالحرمة ولا بالكراهة ولا بأي حاجة ابدا على الاطلاق اصلا يعني. الإخوات في الرضاعة ولا بقى، يجوز للانسان ان يدخل اصلا الخلاء بشيء فيه ذكر لله تبارك وتعالى، ده كراهة، مكروه مكروه. الحاجة التانية اللي هو الرضاعة، الحدود ايه؟ لما نشوف هنلاقي رب العالمين بيقول حرمت عليكم امهاتكم، وبعدين في سورة النساء، وبعدين يجي في الاخر يقول ايه؟ وامهاتكم واخواتكم من الرضاعة. خلاص؟ يبقى دي حرمة. الحرمة هنا يبقى لا يجوز للانسان ان هو يتجوز اخته من الرضاعة. يجوز للانسان للاخت ان تجلس امام اخيه من الرضاعة كما تجلس امام الاخ الشقيق، لكن ده نقطة بقى اللي هو ايه؟ افرضي الانسان ده عينه زايغه، حتى لو اخويا، حتى لو ابويا، خلاص بقى عينه زايغه وحاسس ان هو مش مظبوط كده، وبعدين بيبص لي نظرات غريب، اقعد قدامه عادي كده؟ لا، ما تقعديش قدامه عادي، تتستري، يبقى في تستر. خلاص. طيب الاصل بقى دلوقتي لو انا بقول لك طب خلاص اخويا من الرضاعه والدنيا زي الفل، فالدنيا سداح مداح، لا. يعني بعض الناس الان يعني سبحان الله في قلوبها مرض، فاحنا نخلي بالنا من المسألة دي. ممكن اقعد مثلا قدامه بشعري عادي، مفيش مشكلة ان اخويا من الرضاعة، ممكن اقعد مثلا بنص كم عادي، اخويا من الرضاعة. لكن لو حسيت ان هو بقى في عصر في وقت المراهقة ده، اقول لا، خلي بالك وانتبهي كويس جدا جدا، ما تقوليش اخويا حتى لو اخوك شقيق. يعني مش بنقول من باب الواجب ولا كده، من باب المحافظة عليك فقط، لا اكثر ولا اقل. لكن في النهاية حرمت عليكم، ففي النهاية ربنا قال إيه؟ وأخواتكم من الرضاعة.